ولنقاش ملف تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية استشاري الأمراض الباطنية والمناعة دكتور عاطف زكي. أهلا بكم دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. في آخر إحصاء لضحايا فيروس كورونا سجل العالم ما يزيد عن 22 ألف حالة وفاة وما يقارب نصف مليون مصاب. إلى أي مدى تظن أن الإجراءات المتباينة التي اتخذتها كل دولة على حدة هي التي أوصلت الوباء لهذه الأرقام التي نشاهدها اليوم في تصاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الإجراءات اللي هي اتخذت حاليا كانت نتيجة بعد انتشار المرض، لدرجة ان الاوروبيين والامريكان ظنوا بان الوباء قد لا يصل اليها، وبذلك ممكن تكون امريكا اللي هي الولايات المتحدة الامريكية قد تكون بؤرة جديدة للوباء بعد الصين وايطاليا. نجاح الصين جاء من عزل منطقة ووهان وعدم انتشار الوباء في باقي المدن، وطبعا احنا عارفين الصين بعدد سكانها الكبير والمناطق بتاعتها المتفرعه. نعم. وخصوصا كان ساعتها نقص المعلومات اللي هي كانت عن الفيروس عن طريق طرق الانتشار، فتره الحضانه، وجود الفيروس على الأسطح ولا على التنفس، كل الحاجات دي ما كانتش متاحة. فكان يعني لما عرفنا بقى الإجراءات دي اتخذنا الإجراءات بعد انتشار المرض، فعشان كده الانتشار المرض كان بصورة كبيرة جدا. يعني هل هذا يعني أن الوباء وهذه الجائحة كانت أكبر من قدرات الدول حتى الدول المتقدمة، ونشير هنا إلى النقص الحاد الذي سجل في المستلزمات الطبية في الكثير من الدول؟ بالضبط تمام. وهو كمان يعني حتى الآن لا يوجد بلد مجهز مسبقا لمثل هذا الوباء، واحنا طبعا مش عاوزين السيناريو الايطالي والسيناريو الاسباني يتكرر في اي دوله من الدول العربيه، يعني ربنا يحمينا ويحميهم جميعا يا رب. وطبعا التجربه الصينيه في العزل القاسي والعزل الشديد اللي كان لمدينه ووهان كان اكبر دليل على التحكم في انتشار يعني الوباء. نعم. التجربة الصينية كانت بتقوم على أربع محاور أساسية. المحور الأول اللي هو الكشف، المحور الثاني العزل، المحور الثالث العلاج، والمحور الرابع تتبع المخالطين. وده مهم جدا، وده اللي بتعمله دلوقتي ألمانيا، إن هي بتعمل تحليل PCR، تحليل عشوائي لكل الناس سواء كانوا مخالطين أو سواء كانوا مرضى أو سواء يعني ما لهمش، يعني كانوا بيعملوها بطريقة يعني هي طبعا مكلفة جدا للدولة. وألمانيا متهيألي دولة صناعية كبرى ممكن يعني تحافظ على مستواها في التحليل العشوائي للبي سي آر لتقريبا ل 80% من الشعب الألماني. نعم. وده عشان يحجم انتشار الوباء. كانت منظمة الصحة العالمية اليوم قالت أن المؤشرات مشجعة لتباطؤ انتشار الفيروس في أوروبا بما أنها البؤرة الحاضنة للفيروس حاليا. هل يعني هذا أننا أصبحنا في المرحلة الأخيرة من هذا الوباء في أوروبا؟ ممكن نقول كده. أدي حاجة، العزل اللي هم العزل اللي الشعوب بتقوم به بصورة حضارية جدا يبشر بالخير. المشكلة عندنا بقى ماذا عن دول العالم الثالث؟ يعني أنا يعني مش متخيل دول العالم الثالث أفريقيا ومثلا الدول اللي هي النامية يعني هيكون فيها مصير الانتشار الوباء هيكون شكل إزاي. فبندعو الله السلامة وندعو الحرص للشعوب ان هي تلتزم بالعزل، لان العزل هو تقريبا نقول يعني المين رول او العامل الاساسي في تحجيم هذا الوباء. نعم.
هذا بالنسبة للمواطنين العاديين، أما بالنسبة للمصابين استخدمت العديد من العلاجات التي ما تزال تحت الاختبار السريري. ما مدى نجاعة العلاجات التي استخدمت لعلاج تفشي هذا الفيروس؟ احنا عارفين طبعا أي دواء عشان يتم إقراره ويتم يعني نقول عليه ان هو بقى سيتلد وممكن يستعمل لازم بيمر بكذا مراحل، مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه. احنا عندنا ادويه قديمه زي ادويه الملاريا، ودي ادويه معروفه من اكثر من 25 سنه. نعم. وكانت يعني اغلبيه الدول اللي هي متفشي فيها الملاريا بصوره كبيره زي السودان وزي الصومال وزي كثير من الدول الافريقيه، الدواء ده اتضح فعلا ان هو له تاثير على فيروس كورونا مع اضافه الاريثرومايسينز برضو مع الدواء ده، او الازيثرومايسين مع هذا الدواء. هو ما بيقضيش على الـ على الـ على الفيروس طبعا، لان ده انتي بايوتيك، والانتي بايوتيك ما يصلحش انه يبقى ضد الفيروس. هو بيخلي الفيروس يخرج من الجهاز التنفسي في فتره قصيره. السبب ايه هو طبعا غير لسه، يعني هو مجرد تجارب سريريه على الدواء، ممكن طبعا يجيب نتيجه كويسه، وممكن يبقى ان شاء الله يعني في العلاج المتاح دلوقتي بالنسبه لنا. اهم حاجه في علاج الفيروس اللي احنا نجيب الفيروس ده ونعمل له عزل. لو عملنا له عزل هنجرب عليه جميع انواع الادويه الموجوده عندنا، او ممكن نخلق ادويه جديده تساعد على تساعد على القضاء على الفيروس، بما ان هذا الفيروس من النوع المستجد، يعني متطور تطور طبيعي من نفسه، مش احنا اللي طورناه. فعشان كده من الصعب جدا ان احنا نكتشف مميزاته عشان نقدر نقاومه بالادويه المتاحه بالنسبه لنا حاليا. نعم دكتور، اختم معك بسؤال عن انجع الوسائل الممكنه لدفن الحالات المصابه بفيروس كورونا، واسالك هذا السؤال لان هنالك ازمه حاليا في العراق، هنالك جثث لم تدفن منذ اسبوع لان الناس يخافون ان تكون هذه الجثث سبب في انتشار الفيروس. طبعا لنا يعني اعلامه عن الموضوع ده ان الفيروس معروف ان هو ما بيتكسرش خارج الخلية. الفيروس أول لما بيدخل الخلية بيحصل فيه تكاثر بشدة كبيرة جدا جدا، بحيث أنه خلال 48 ساعة أو خلال يومين بيعمل تليف في 50% من الرئة أو الجهاز التنفسي. بما أن المصاب قد توفى، فوجود الفيروس داخل الخلية مش هيخليه يتكاثر. أدي حاجة. عشان كده اللي انا شفته كمان في دفن الموتى المسلمين في ايطاليا. نعم. بيتم بالطريقه الطبيعيه جدا. نعم. وبيتم تجهيز المتوفى رحمه الله بالطريقه الطبيعيه، وبيتم دفنه بالطريقه الطبيعيه ان شاء الله سليم. بالنسبه لاوروبا عندهم حرق الجثث وتوصيه بمعامله اجسامهم بطريقة معينة، دي خاصة بيهم، يعني دي خاصة بعقيدتهم، يعني لا علاقة لها بخطورة خالص 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 خالص. والدليل ان المسلمين في ايطاليا بيتجهزوا بالطريقة الطبيعية جدا للمسلمين، وبيصلى عليهم وبيدفنوا بالطريقة الشرعية للمسلمين. شكرا، شكرا جزيلا لكم دكتور عاطف زكي استشاري الأمراض الباطنية والمناعة على كل هذه التوضيحات حول فيروس كورونا، وكنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.